حقق العلماء اختراقا مهما في مسألة التحكم بالطاقة المتحررة أثناء اندماج ونشوء نوى العناصر الكيميائية. فقد أعلن مشروع يوروفيوجن الأوروبي عن تحطيم الرقم القياسي لإنتاج الطاقة عبر الاندماج في مفاعل الجيت البريطاني. توصلت مجموعة من الباحثين في مقاطعة أكسفوردشير في إنجلترا إلى أوضح دليل حتى الآن على نسخ العملية التي تمد الشمس بالطاقة، وتقوم هيئة الطاقة الذرية في المملكة المتحدة ومقرها في مركز كولهام للعلوم بإجراء أبحاث حول طاقة الاندماج نيابة عن الحكومة. وأبرزت النتائج البارزة التي تم الإعلان عنها من علماء ومهندسي يوروفيوجن في منشأة الحلقة الأوروبية المشتركة جيت إمكانات طاقة الاندماج، وذلك عبر دمج ذرتي هيدروجين لإنتاج ذرة هيليوم في عملية اعتبروها قفزة مهمة في مسيرة الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة لا تنضب. لن ينتج عن تشغيل محطات توليد الطاقة في المستقبل على أساس الاندماج أي غازات دفيئة، ولن ينتج سوى كميات صغيرة جدا من النفايات المشعة قصيرة العمر. ويعمل الاندماج على مبدأ أنه يمكن إطلاق الطاقة عن طريق إدماج النواة الذرية معا بدلا من تقسيمها كما في حالة تفاعلات الانشطار التي تحرك محطات الطاقة النووية الحالية. من المحتمل أن يتم إيقاف تشغيل منشأة الحلقة الأوروبية المشتركة جيت بعد عام 2023 مع بدء محطة أكبر، وهي المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي آيتر جنوبي فرنسا تجارب البلازما في عام 2025. ويتم دعم هذه الأبحاث من قبل تحالف من حكومات العالم بما في ذلك من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا. هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الوقت المتعلق بجهوزية طاقة الاندماج للتسويق، أحد التقديرات يقترح 20 سنة. عندئذ سيحتاج الاندماج إلى التوسع، الأمر الذي قد يعني تأخيرا ربما لعقود قليلة أخرى. إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع سينضم إلينا من الأردن مدير مركز الفيزياء النظرية والفلكية الدكتور عمار السكجي. دكتور عمار صباح الخير، وهل يمكن القول أن حلم أينشتاين تحول إلى حقيقة من حيث توليد الطاقة عن طريق الاندماج النووي؟ صباح الخير، شكرا لقناة التلفزيون العربي على هذه الاستضافة. نعم، الطاقة النووية الاندماجية يعني الآن تقريبا هي عبارة عن شمس مصغر على الأرض، وهي بشكل مبسط اندماج نظائر الهيدروجين الديتيريوم والتريوم لكي ينتج ذرة الهيليوم. طبعا فرق الكتل حسب نظرية أينشتاين هو بتعطي الطاقة. إذا نحن الآن أمام تجربة وأمام حقيقة رقم قياسي في المفاعل النووي البريطاني جيت، اللي هو طبعا جوينت يوروبيان تورس، هو عبارة عن زي حبة الدوناتس من مجالات مغناطيسية قوية جدا بتحصل البلازما وتنتج حرارة عالية جدا، هذا يؤدي إلى اندماج نووي. فهذا احنا الآن في حقيقة خطوات مرموقة في إنتاج الطاقة الاندماجية على كوكب الأرض، وهي نفس الطاقة التي تحدث في بواطن النجوم والشمس، فنحن نصنع شمس مصغرة. الخبر اللي نشر حقيقة في المجلات العلمية في 21 ديسمبر أنه جيت المفاعل النووي البريطاني قام بكسر الرقم القياسي السابق، يعني وصل لحوالي 5.9 مليون جول خلال 5 ثواني، والرقم السابق كان حوالي 2.1 مليون جول خلال 5 ثواني. فأنت تتكلم عن 5.9، حتى نتخيلها يعني مشاهدي الكرام، 5.9 مليون جول يكافئ إنارة وتوريد الكهرباء إلى 35 ألف منزل خلال نفس الفترة. فهناك تقدم حقيقة ملحوظ، لكن تبقى إشكالية أساسية. هذا المفاعل النووي والمفاعلات الشبيهة سواء تاع الصين أو تاع ألمانيا أو تاع أيتر بسموه توكوماك، هو صمم في 1950 من عالم روسي، لكن الإشكالية الرئيسية بسموها الكفاءة، كفاءة القدرة اللي هي الكيو فاكتور، إنه يجب أن تكون الكيو فاكتور بتساوي 1 حتى نستطيع أن نستفيد من الطاقة الاندماجية. كل التجارب التي أجريت لحد الآن، يعني آخر تجربة هي تجربة جيت، كان كفاءة الكيو فاكتور بتساوي 33%، فنحن الآن ما زلنا يعني بعيدين إلى حد ما عن الاستفادة من هذه الطاقة. يجب أن تكون الطاقة التي تضخ في هذا المفاعل تكون أقل من الطاقة المنتج من هذا المفاعل حتى كيو
تكون واحد أو أكبر حتى نستطيع أن نستفيد منها. لكن حقيقة هذا التجارب البحثية هي عبارة عن خطوات في الاتجاه الصحيح نحو طاقة نظيفة. وهذه الطاقة النووية الاندماجية هي بئر لا ينضب، هي بشكل عام بئر لا ينضب، لأنه الهيدروجين متوفر في الطبيعة في المياه، مياه المحيطات والبحار، وبالتالي إحنا عندنا الآن يعني كميات هائلة جدا، وليست هناك ويست أو مخلفات نووية مثل التفاعلات الانشطارية. لا يوجد أي مخلفات نووية خطيرة وهي آمنة وصديقة للبيئة. طب برأيك كم من الوقت سيستغرق الوصول إلى المعايير التي تحدثت عنها؟ حسب الدراسات العلمية المنشورة والتقديرات العلمية من حوالي 25 سنة إلى 30 سنة. يعني بريطانيا عم تشتغل على مفاعل نووي بسموه سفيركال توماك اللي هو أكبر من هذا المفاعل، والتقديرات اللي منشورة حول هذا المفاعل أنه راح يبدأ العمل فيه في 2024، وحوالي 2040-2045 سوف يتم توصيل كهرباء إلى المنازل حسب التصريحات اللي نشرت قبل حوالي أسابيع. إذا نتكلم عن حوالي 25 سنة من الآن حتى نستطيع أن نوفر الطاقة، والطاقة شيء مهم جدا، وهذه حقيقة طاقة كبيرة جدا تستطيع أن بتحل حل جذري لمشكلة الطاقة على كوكب الأرض. وهناك محاولات عديدة، يعني مش فقط في بريطانيا، في آيتر، في أوروبا، 35 دولة من دول العالم اشتركت في المفاعل النووي في فرنسا، جنوب فرنسا في آيتر، لإنتاج الطاقة الاندماجية. نفس الفكرة توكاماك فهو عبارة عن تورس أو زي العجل، ومحاط بمجالات مغناطيسية قوية وداخل بلازما. وكذلك الصين قبل حوالي أكثر من شهرين حققت رقم قياسي عالمي بحيث أوصلت درجة الحرارة إلى 70 مليون درجة سيليزية لمدة 17 دقيقة. نعم دكتور عمار، وهذا كان يعني حقيقة إنجاز كبير جدا في هذا الاتجاه. هذا الإنجاز في حد ذاته اللي تحدثنا عليه، وأنه قد بعد 25 سنة أقل شيء أنه تكون هذه الطاقة موجودة متوفرة، هذه الطاقة هل يمكن أن تساعدنا في حل مشكلة المناخ؟ هل يمكن أن تكون طاقة بديلة عن الطاقة اللي نستعملها أو الوقود اللي يعني يسبب مشاكل يعني تغير المناخ والاحتباس الحراري اللي نعيش فيه؟ في الحقيقة هذا سؤال جميل جدا. يعني نحن نبحث عن الطاقة النظيفة، ولو نظرنا إلى الطاقة الاندماجية فهي طاقة نظيفة، بئر لا ينضب من الطاقة، لا يوجد فيها حقيقة مخلفات نووية، لا يوجد انبعاثات لغازات ثاني أكسيد الكربون أو غلاسات دفيئة، فهي حقيقة يعني سوف تكون إيجابية بالنسبة لتغير المناخ والاحتباس الحراري اللي بسموه global warming، فسوف تكون صديقة للبيئة. وإحنا حقيقة متفائلين جدا إنه هاي الطاقة إذا نجحت الكيو فاكتور، إذا نجحت كفاءة القدرة إن تكون واحد أو أكثر، ونجحت هذه التجارب فقد انتهى عصر الوقود الأحفوري. يعني بوجود هذه الطاقة سوف ينتهي عصر الوقود الأحفوري إلى الأبد، ويصبح الوقود الأحفوري جزء من الماضي، لأن هذه الطاقة كمياتها هائلة جدا وكبيرة جدا، وممكن أن تزود كوكب الأرض إذا وصلنا إلى مراحل متقدمة إلى الكهرباء، والكهرباء ممكن أن نستخدمها في السيارات والمصانع والبيوت والمنازل، فقد قفزنا قفزة نوعية في اتجاه الطاقة النظيفة. إذن مدير مركز الفيزياء النظرية والفلكية في الأردن الدكتور عمار سكجي، شكرا جزيلا لك.